النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقصير الخطبة وبإطالة الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. وهذا الحديث في صحيح الجامع. وفي حديث أم هشام رضي الله عنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. والحديث في صحيح مسلم. وقد ثبت من السنة النبوية ما كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة في الصلاة، وهو سورة الأعلى وسورة الغاشية. فإذا كانت هذه هي الإطالة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نفهم بأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تزيد عن مقدار تلاوة السورتين.